انت المايك الرابع. رجعنا معكم مرة ثانية في برنامج رغم الصباح، والآن في هذه الساعة ينضم لنا حمزة التلجي، مساعد مدير الاتصالات والمؤسسية في بنك الخليج. ودائما بنك الخليج المبدع هذا دائما وراه شغلات جميلة ورائعة. بداية أقول لك صباح الخير وجود مورنينج. صباحكم الله بالخير، ونصبح على جميع مستمعي إذاعة مارينا اف ام. يا هلا مرحبا فيكم بهالإضافة الحلوة. يا هلا يا هلا. يمكن بنك الخليج معروف دائما في مفاجآته، دائما في إبداعاته، دائما في إرضاء لعملائه. يمكن لاحظنا بالفترة هذه في شغلة جدا جميلة شفتها، خاصة في مناسبة جدا كانت مهمة، هي عودة إلى الدراسة من بعد الأونلاين وانقطاع وايد كبير. حبيت المبادرة اللي أنتوا بديتوا فيها. أول شيء إحنا نبارك حق الكل ونحمد الله ونشكره على بداية العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الكويت، ونبارك حق جميع الطلبة والطالبات العام الدراسي الجديد. إحنا مستأنسين لهم أكثر منهم صراحة، يعني شعور العودة للمدارس وشعور الأطفال وهم يروحون المدرسة هذا شيء وايد حلو. فبنك الخليج كعادة ومن باب المسؤولية المجتمعية حاب أنه يساهم في هذا الجانب. شاركنا الطلاب العودة في المدارس بتوزيع قسائم شرائية على المكتبات في بعض الجمعيات بالكويت، مثل جمعية الروضة وحولي، جمعية سعد العبدالله، قسائم شراء للكل. حلو. مو شرط انه يكون عميل بنك الخليج، اي احد موجود في المكتبه تفضل يبا هذه قسيمه شرائيه عليك بالعافيه من بنك الخليج، عندك حساب ما عندك حساب عليك بالعافيه، دام انك راد رايح المكتبه بتشتري قرطاسيه حق العيال عسى الله يوفقهم ان شاء الله. الله عليك يا بنك الخليج، دائما مبدعين يعني دلع ودلال، دلعتوا الناس في موسم العوده للمدارس. نعم. اليوم احنا قاعد نتكلم مثل اختياركم لمثل هذه المناسبات وحب ان الظهور ان انتم تكونوا موجودين. نعم. شلون لقيتوا تفاعل الناس، خصوصا احنا قاعد نتكلم مثل ما قال قبل شويه طلوب سنه ونص، لا الطلبه موجودين في المدارس لا الاهل رايحين مجهزين، فاليوم ان نشوف بنك الخليج بادر وحب انه يعني مو بس يقول لهم ويلكم باك، بعد كنا انتم اعطيتوهم كنا هديه حق الرده. مو بس كذي، يعني احنا ساهمنا ايضا في حمله تعليم امن، مشكورين بعض المؤسسات والجهات الحكوميه في الدوله مثل وزاره الداخليه، وزاره التربيه، وزاره الاعلام، واكيد وزاره الصحه، ان يعني يجهزون مثل مستلزمات مدرسيه. ساهم بنك الخليج في توزيع هذه المستلزمات، منها كمامات، معقمات لاخواننا الطلبه. تدرون بعد الواحد اذا الطالب متوتر احنا شلون شعورنا، ان الحين تباعد كمام بالمدرسه وكذي، فحبينا ان نكون وياهم ونساهم، ومشكورين على تعاونهم. كنا بمدرسة قيس بن أبي العاص في جنوب السرة، وزعنا على أخواننا الطلبة مع الرجال الداخلية، وكان التنظيم وايد حلو والحمد لله. الحمد لله. قبل فترة كنا قاعد نسمع عندنا هني كانت أغنية شغالة صراحة، خذت صدى وايد جميل ورائع، وكنت أتساءل إن أقول إن اليوم القطاع المصرفي وخاصة إن ما صار اهتمامهم بس مجرد في إرضاء العميل من ناحية الخدمات، لا اليوم المسؤولية الاجتماعية جدا مهمة. صحيح. وهذا شفناه إن شعور وايد حلو إن أول يوم الناس رايحة الدوامات قاعد تسمع أغنية تشاركهم بالمناسبة الحلوة. بالضبط. يمكن أغنية من الألف إلى الياء. من الألف إلى الياء، هذه فكرة كانت من بنك الخليج. إحنا لو نلاحظ بالفترة الأخيرة، لو تسأل بشكل عام أي ولد أو بنت بفترة الابتدائي عن الأحرف الهجائية، راح تلاقي إنه ما يعرفهم بالترتيب أو لازم يغلط. إحنا قمنا نغلط صراحة. أنا أسوي لك رتويت الموضوع. بالضبط. فإحنا ABC وألوان بالإنجليزي وكذي، فحبينا نقوي ونعزز لغتنا العربية، لغتنا الأساسية هني. فكانت فكرة وايد حلوة. الأغنية أساسها إن كلماتها أول حرف من كل كلمة هو تسلسل الحروف الهجائية. جميل. فالحين إذا سمعناها راح تكون الكلمات هي عبارة عن كل كلمة الأول حرف منها هو التسلسل الهجائي، ألف باء تاء ثاء جيم لي حرف الياء. فاسم الأغنية من الألف إلى الياء. حلو، شو رأيك نسمعها عيل؟ يلا. أرى بعد تأني ثمار جهد حلما خارقا دربا ذا رفعة زين سمائي، شكرا كل لهفتي معلم أراها هي ولا أن يدور
اخذت المايك الرابع. جميله هذه الاغنيه وكلماتها ومعانيها وايد حلوه. وايد اهتميتوا في الفترة الأخيرة حتى في غير الأغنية في المسؤولية الاجتماعية ورعاية حملة تعليم آمن. صحيح. تكلمنا عنها زيادة إن شاء الله. هذه حملة تعليم آمن كان في مبادرة من بعض الجهات والوزارات الحكومية في الكويت مثل وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة التربية، وزارة الصحة، أن يبون يعني يمهدون حق إخواننا الطلبة أولياء الأمور أن العودة المدارس آمنة إن شاء الله وما فيها أي مشاكل. فإحنا ساهمنا كدورنا من باب المسؤولية المجتمعية في بنك الخليج أن نوزع على إخواننا الطلبة وسيلة مثل الوسيلة اللي كانت تعلق، عبارة عن اللوحة اللي كان فيها هذه الأحرف الهجائية بالتسلسل، بالإضافة إلى مستلزمات طلابية عبارة عن قفازات وكمامات ومعقمات. جميل وايد. يمكن أنا قاعد ألاحظ بالفترة اللي طافت ما شاء الله تبارك الرحمن فعالياتكم ما تخلص، يعني بعيدا عن هذا الموضوع قاعد أشوف بإنستغرام بتويتر، يعني بنك الخليج دائما بهالسالفة، خاصة الأجواء من تتعدل أدري دائما وراء هالأجواء الجميلة في فعالية من بنك الخليج. أبي أعرف شو اللي صار بالفترة الأخيرة وشنو ممكن يصير لقدام بعد. كان عندنا بطولة بادل للبنات والشباب. زعلان عليكم بنك الخليج ما دقيتوا علي. احنا لاعب محترف هني ان شاء الله، ان شاء الله بيكون في لها جزء ثاني. جميل. ما شاء الله، لان بسرعه كانت المقاعد محدوده ويعني تعجلت على طول وخلاص، فان شاء الله بتكون فيها جزء ثاني. وباذن الله عندنا الماراثون في 20 نوفمبر راح يكون بنسختين، الواقعية والافتراضية. حلو. علشان اللي ما يبي يكون متواجد وعنده كذي في شلون بتكون حمسة افتراضية؟ يعني تخيل احنا متعودين الماراثون وابداعاتكم والناس تنطره نطره. أي. فما اعتقد انه في احد ما وده يشارك اصلا في ماراثون الخليج. في ناس ودها تشارك لكن شوي متخوفة من سالفة التجمعات وكذي، احنا ما نفرض عليهم. طبعا. تقدر تشارك بالطريقة الافتراضية، انك تحسب في طريقة معينة عن طريق الموقع. تقدرون تدخلون على موقعهم السفكس، تسجل، تحط بياناتك عن طريق الساعة وعن طريق التليفون، وتقدر تركض انت بروحك ويحسب لك كل هذا وينحسب رقمك مع المشاركة. للأمانة مصداقية، يمكن تحت الهواء كنت قاعد أقول لك هذا من أكثر الإيفنتات اللي الكويت كلها تنطرها. صحيح. يعني أنت إذا تبي من ناحية إن شعور القاعدة الصبح أنك أنت تركض الماراثون، الأجواء، الفايبز اللي قاعدة تصير، يعني فعلا شكرا على تبنيكم دائما لهذا النوع من الإيفنتات، البادل، الماراثونات، المبادرة في أيضا في المواقف الجميلة اللي إحنا اليوم تعرف يعني في أحداث كثيرة قاعدة تصير. صحيح. وكل ما نشوف الأحداث هذه دائما وراها بنك الخليج، فيعني يحظنا دائما أن أنتم متواجدين معنا في هذه الأجواء الجميلة. إحنا نبي نكون دائما مع الجميع في شتى المجالات، سواء عودة المدارس، تعليم آمن، رياضة، صحة، نكون أكثر من مجرد بنك، علشان من تكون تعارفنا وشايفنا. وشعار بنك الخليج معاكم دوم دائما فعلا. اسمكم قاعد يرتبط فعلا في كل ما هو من الجانب الصحي، احنا قاعد نتكلم والخدمة. صحيح. المجتمعية. بالضبط. فاليوم احنا قاعد نقول ان بنك الخليج مو بس موجود كبنك لكن ايضا مساهماته لانه هو يرتقي في المجتمع. وبالعكس احنا اليوم قاعد نشوف ان انتم تبون تشاركون في البادل، تبون تشاركون في الماراثون. صحيح. تبون تشاركون في العودة للمدارس، هم التعليم الآمن. فأنتوا اليوم قاعد توجهون رسالة للمجتمع كله أن إذا أنت كان اللايف ستايل مالك كذي، أيوة، فبنك الخليج هو اللي بيثبت ويعطيك اللي ستايلك. بالضبط. احنا بعد اليوم استمتعنا أكيد بوجود حمزة معنا، صح؟ أكيد صحين، ودائما وأبدا معاكم، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية راح تشوفونا مشاركين في كل الإيفنتات القادمة. حمزة التلجي، مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، كل الشكر لك على تواجدك اليوم في نغم الصباح. مشكورين مرة ثانية ويعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك حمزة. يا هلا فيك.